بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كان حديث المؤلف في الحلقة الماضية عند قوله في الأعياد المكانية وذكر بعضها، هذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. قال هنا بعد ذكر أشياء في الشام وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عادة المخرفين أنهم يبنون على الظن والتخمين وعلى الروايات الكاذبة والرؤى والمنامات الشيطانية، فليس عندهم أدلة، وإنما يبنون على مثل هذه الترهات، أو يبنون على تحريف الكتاب عن مواضعه. ومن ذلك هذه المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق عند الهجرة إلى المدينة. قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني أخرجوه من مكة، ثاني اثنين هو وأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال المخرفون المراد بهذا الغار، الغار الذي زعموه كما ذكر الشيخ قريبا من بدر، بينه وبين مكة مسافات. والغار المقصود في القرآن هو غار في جبل ثور جنوب مكة قريبا منها، ولا يزال يعرف إلى اليوم. فأين هذا من هذا؟ ولكن يريدون التلبيس على الناس في أن هذا الغار الذي يزعمونه هو الذي أنزل الله فيه القرآن فيتبركون به. وحتى لو ثبت أن هذا هو الغار الذي مذكور في القرآن هو الذي يريدونه، فإن هذا لا يقتضي أن يعظم هذا الغار ولا أن يتبرك به ولا أن يزار. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزورون هذا الغار أبدا. آخر عهده به صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج منه قاصدا المدينة، ولم يرجع إليه بعد ذلك، لأنه إنما اختبأ فيه وقت الحاجة فقط. أما أنه قصده لبركته أو لمعنى فيه خاص فليس الأمر كذلك، فهو وسائر الغيران في الجبال سواء، لا خاصية له. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة
خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. نعم، الله لم يعظم غار ثور، وإنما ذكر الواقع الذي حصل فيه فقط. نعم. ولم يذكره تعظيما له، فكونهم يعظمونه هذا من الابتداع في الدين. ونعرف الآن أن هناك مخرفين روجون على الحجاج إذا جاءوا إلى مكة، فيحرمونهم من الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد الحرام والأجور العظيمة، وينقلونهم من مكان إلى مكان، إلى غار حراء في رأس جبل حراء الذي هو جبل النور، إلى غار ثور، إلى من الأمكنة، ويضيع عليهم الزمان والليل والنهار وهم بين دوران في هذه الأمكنة التي لا أجر فيها ولا ثواب، وإنما فيها تعب وعقاب. فلو أنهم استغلوا وقتهم في المسجد الحرام ووفروا نقودهم لحاجتهم أو تصدقوا بها على المحتاجين لكان في ذلك خير لهم من أن ينفقوها في تطلب هذه الخرافات والخزعبلات والبدع. ولكن إن كانوا متعمدين فالإثم عليهم، وإن كانوا مغررا بهم فالإثم على من غرر بهم. ولكن يجب أن ينبهوا إلى أنه ليس في مكة مكان يزار سوى المسجد الحرام وزيارة القبور، الزيارة الشرعية، زيارة قبور المعلات، زيارة قبور المسلمين في مكة للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار بالآخرة، هذا هو الذي يزال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان. نعم، تعظيم الزمان وإن كان فيه بدعة، تخصيص زمان لصوم أو لصلاة لم يخصصه الله كشهر رجب وليلة النصف من شعبان، هذا بدعة، لكنها أخف من بدعة المكان، لأن المكان يتبرك به، وربما يظن أن الميت أنه ينفع ويضر في قبره وأنه يقضي حوائج السائلين، فالفتنة في الأمكنة أشد من الفتنة في الأمكنة التي ليس لها خاصية بالعبادة وإنما هي كسائر الأمكنة. نعم. حتى إنه ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان مصلي لا يقصد تعظيمها. نعم، ينبغي تجنب الصلاة في هذه المزارات المزعومة، لأن هذا وسيلة إلى، لأن هذا من عبادة الله فيها، والله لم يشرع العبادة فيها، فهذا بدعة، وأيضا فيه وسيلة إلى الشرك في أن هذا المكان يعظم حتى إنهم يأخذون من ترابه ويتمسحون به ويتجهون إليه في صلاتهم ويتركون الكعبة، كل هذا من الغلو والضلال المبين، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: لئلا يكون ذلك، أي الصلاة عندها أو فيها، ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة. نعم، فينهى عن الصلاة فيها لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها، ولأن هذا لم يشرعه الله، دين لم يشرعه الله، فهو بدعة، وهذا يكون كالصلاة عند القبور التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على النهي عنه، وإن كان المصلي يصلي لله ويزعم أن الصلاة في هذا المكان فيها فضل فهذا منهي عنه في الأحاديث الصحيحة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه شرع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم.
بمعنى لو رأي أحد يصلي في عند حراء أو غار ثور يمنع ينهى عنه؟ ما في شك أنه يمنع، يلحق بالمزارات، يلحق بالمزارات. المعنى واحد، المعنى واحد، فيها واحد. نعم حسن الله عليكم. قال وإن لم كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة، وإن لم يكن مصلي يقصد الصلاة لأجلها. نعم، وكما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة التي فيها أولياء أو صالحون أو من يدعى أنه من الأولياء والصالحين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولهذا جاء النص الصريح في النهي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور والذبح عند القبور والطواف بالقبور، لأن هذه أمكنة لم يشرع الله جل وعلا العبادة فيها، فذلك بدعة. وزيادة على ذلك وأشد أن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم، وفيه تشبه بالمشركين الذين يعبدون هذه الأصنام أو هذه الأمكنة. نعم. وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم، وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم. وكما ينهى عن صوم الجمعة مفردا، إنما يصام تبعا لغيره، لأن هذا يخشى منه الغلو في هذا اليوم. وكذلك سرر شعبان وهي يوم 29 و30، لأن هذا من صوم يوم الشك، ولأن فيه زيادة على الصوم المشروع وهو شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. قال: فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك، ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. نعم، ما كان مقصودا بالنهي عن التخصيص في إثبات فضل له أو مزية له من غير دليل شرعي، فلا، الفعل تخصيصه بالفعل من باب أولى، وذلك بالصلاة فيها والدعاء فيه، وظن أنه أفضل من غيره من البقاع. نعم. قال رحمه الله: ما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم، هذه أشبه بمسجد الضرار، لأن فيها مضارة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فنحن نراهم يتركون العبادة في المسجد الحرام ويذهبون إلى التعبد عند هذه المزارات، فهي مسجد ضرار. وقصة مسجد الضرار الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن ونهى نبيه عن الصلاة فيه، أن رجلا كان من رجلا فاسقا يسمى عمرو الفاسق من أهل المدينة، شرق بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متنصرا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام في المدينة ذهب إلى الشام، غاضه الإسلام فذهب إلى الشام، ثم أوعز إلى المنافقين الذين في المدينة، أوعز إليهم أن يبنوا بنية على شكل مسجد لأجل صرف الناس عن مسجد قباء. لما رأى المسلمين في مسجد قباء ورأى الأنصار رضي الله عنهم في هذا المسجد الذي أول من أسسه رسول الله صلى الله، أول من صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصرف الناس عنه، فأمر المنافقين أن يبنوا حوله بناء يزعمون أنه مسجد، ويقولون: بنيناه لليلة المطيرة وللمرضى لأجل اجتماع المسلمين فيه. فهم قصدهم بهذا المضارة بمسجد قباء، وهذا من كيدهم للإسلام. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه زيادة في التغرير، لأنه إذا صلى فيه الرسول فقد أقره، فالمسلمون يتسارعون إليه. ثم تنتقل الرغبة من مسجد قباء إلى هذا المسجد، مسجد الضرار، هذا قصدهم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن قصدهم، لأنهم قالوا بنيناه لليلة الشاتية وللفقير وللمريض ولكذا وكذا من الأغراض التي يظهر أنها صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن مقاصدهم، فوعدهم أنه إذا رجع من تبوك، لأنه كان على أهبة السفر لغزوة تبوك، وعدهم أنه إذا رجع يصلي فيه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، ثم لما رجع قبل أن يصل إلى المدينة جاءه الوحي، جاءه الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل، وبين ما مخازيهم ومقاصدهم من هذا المسجد، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرسل من يحرقه ويهدمه. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعنون عويمر الفاسق، يعني عويمر الفاسق حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يشهد إنهم لكاذبون. فبين الله، فضح الله مقاصدهم وأكذب دعاواهم وعراهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ثم قال لنبيه: لا تقم فيه أبدا، نهاه عن الصلاة فيه. ثم قال جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه قصة مسجد الضرار. فهذه المزارات وهذه المشاهد في مكة والمدينة وفي غيرها هي من هذا الجنس، هي للضرار بالمساجد الشرعية والأمكنة الفاضلة، يريدون أن يصرفوا الناس عنها بإيحاء من الشيطان الذي يريد إهلاك بني آدم فيصرفهم عن الخير إلى الشر. هو لا يقدر أن يمنع الناس من الصلاة في المساجد الشرعية، لا يقدر على هذا، لكن يريد أن يوجد بدائل يصرف الناس وباسم الخير والدس، فيريد هذا، لأنه لا يقوى أن يمنع الناس من بناء المساجد، لا يقدر أن يمنع الناس من الذهاب إلى المساجد والصلاة في المساجد، لكنه أحدث شيئا من جنس المساجد وأضفى عليه هالة من التقديس من أجل أن يصرف الناس عن المساجد إليه. هذا من كيد الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. وانظر كيف أثنى الله على أهل مسجد قباء ومدح هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فالله جل وعلا أثبت لهذا المسجد الفضائل التي أرادوا سلبها منه، أراد المنافقون سلب فضائل مسجد قباء، فالله جل وعلا أثبتها له ولأهله ردا وإغاظة لهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمره بهدمه. نعم، هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مسجد قباء الذي أرادوا التقليل من شأنه والقضاء عليه أثبته الله وأبقاه إلى يوم القيامة ولله الحمد. الحمد لله. وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يزوره كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان بالمدينة أو قادما إليها سنة إلى يوم القيامة. نعم، وهذه المساجد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله
وتعظيما لما لم يعظمه الله. نعم، هذه المشاهد الباطلة الشيطانية إنما جعلت من هذا القبيل مضاهاة لبيوت الله عز وجل لصرف الناس عن بيوت الله إليها. وهذا واضح الآن كما ذكرنا في مكة وقت الحج والعمرة، وفي المدينة أنهم يصرفون الناس عن المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى هذه المزارات وهذه المشاهد، يعظمونها وينفقون الأموال ويستأجرون السيارات ويستأجرون وربما يستأجرون الفنادق وينزلون لأجل تردد إلى هذه المزارات، وهذا كله في سبيل الشيطان لا في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فإنه لو كان القصد رضا الله لا نفذوا أوقاتهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي عبادة ودعاء واستغفارا، وكان ذلك في صالحهم وفي منفعتهم، لكنهم يسعون في ضررهم والعياذ بالله، لأن الشيطان زين لهم ذلك وأملى لهم، وساعدته شياطين الإنس. وكذلك الطامعون في أموال الناس، فإنهم يكتبون هذه الكتب في ترويج هذه الخرافات ويعطونها للحجاج والمعتمرين، وأصحاب السيارات ينادون الزيارة الزيارة، إلى أين الزيارة الزيارة؟ يأخذونهم من المسجد النبوي أو من المسجد الحرام ويذهبون بهم إلى عرفة، إلى الجعرانة، إلى 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 غار ثور، إلى غار حراء، تذهب أوقاتهم ودراهمهم في غير طاعة الله سبحانه، بل في طاعة الشيطان. نعم. فرحمهم. قال رحمه الله: تعظيما لما يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر. نعم. وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له. وصدا للخلق عن الطاعة وعن ما ينفعهم. ورأيناهم يتكدسون عند ما يسمى بدار المولد ويتمسحون بجدرانها، وبعضهم يصلي إليها ويستدبر الكعبة. كل هذا من الشيطان لعنه الله. نعم. وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. نعم، العيد كما سبق عيد زماني يتكرر بتكرر الزمان، كعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك الأعياد المبتدعة التي تتكرر كل سنة، وهذا العيد الزماني. العيد المكاني هو المكان الذي له مزية شرعية كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو له مزية لكن لا تشرع زيارته كما سبق، لأن هذا مبني على الدليل، ولا دليل على زيارة هذه الأمكنة إلا ما شرع الله زيارته والعبادة فيه. نعم. قال رحمه الله: يلتحق بهذا الضرب لكنه ليس منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك. نعم، ومثل هذه الأمكنة والآثار التي يترددون عليها ويحوكون حولها الدعايات والفضائل ويمضون أوقاتهم وأموالهم في التردد عليها ويغرون غيرهم، مثلها مثل ما يكون هناك من القبور، قبور الأولياء والصالحين أو قبور الأنبياء التي يزعمون، فهي وإن كانت قبورا لهؤلاء فإنها لا تعظم ولا يغلى فيها ولا يعبد الله عندها بالدعاء والصلاة، ولا يشرع لها إلا ما شرعه الله من الزيارة الشرعية والدعاء للأموات والاستغفار لهم. فنحن ندعو لهم ولا ندعوهم، لأنهم هم بحاجة إلى الدعاء، ولا ندعوهم أو نستغيث بهم لأنهم أموات فقراء، ما ليس لهم، انقطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال: وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا،
وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض قد يكون صدقا أنها قبور أولياء وصالحين، لكن هذا لا يعطيها القداسة والغلو فيها وأنها تنفع وتضر. فكيف إذا كانت كذبا ليست قبور صالحين وقد لا يكون فيها أحد، وإنما هي صورة قبر للتغرير بالناس؟ نعم. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا من هذا الضرب، يعني من المكذوب، والصحيح منها قليل جدا، وما صح فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا العبادة عنده. نعم. قال: وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، الأنبياء لا شك أنهم ماتوا كما يموت البشر عليهم الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فالأنبياء وغيرهم سواء يموتون، ولكن لا تعلم قبورهم على التحديد، لا، إنما هي ادعاءات فقط. الذي يعلم قبره على التحديد هو محمد صلى الله عليه وسلم، قبره في بيت عائشة في المدينة قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنما هو ظن وتخمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.